إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مع النهاية الأولى والتي تقول limit x يؤول إلى واحد x اثنان ناقص واحد على اثنان x اثنان ناقص خمسة x زائد ثلاثة. إذن لكي نجيب على هذه النهاية، أول شيء أول خطوة نتبعها كنديروها هي أننا كنعوضو on substitue x par 1 on trouve 0 1 au carré هي 1 moins 1 0 وفي المقام غنلقاو 2x à la puissance 2 يعني 2 fois 1 au carré moins 5 fois 1 plus 3 هي 0 إذن غنلقاو 0 sur 0 إذن 0 sur 0 c'est une forme indéterminée forme indéterminée شكل غير محدد. إذن غادي نحاولوا أننا نبدأ بالتقنية الأولى واللي كنجربوها في الحقيقة، ما كاينش واحد الخطوات يعني محفوظة وإنما كنشوفوا على حسب الوضعية. مثلا كنلاحظوا بأن هذه عبارة عن حدودية على حدودية، يعني عندي بي إكس على كيو إكس. ملي كيكون عندي حدودية على حدودية وكيكون عندي ليميت اكس يؤول الى ا وكنلقى فورم انديتيرميني، اول محاوله اللي غالبا كتكون موافقه جو فاكتوريز بار اكس موان ا اي جو سامبليفي، يعني اعمل واختزل باكس ناقص ا. هادشي اللي غنديرو هنا في هاد النهاية. إذا سنعمل بإكس ناقص واحد ونختزل مرة. إذا غنجي هنا غنكتب تساوي ليميت إكس يؤول إلى واحد. هنا في البسط عندنا متطابقة هامة، سي اون ايدونتيتي رماركابل، دونك بور فاكتوريزي سي تري سامبل، سي اكس موانز 1 فاكتور دو اكس بلوس 1، وفي المقام يمكن لينا نديرو القسمة الأقليدية باش نبينو كيفاش عملنا. كاين عدة تقنيات في الحقيقة، ولكن حنا غنديرو تقنية منها نذكرو بالقسمة الأقليدية، وفي نفس الوقت نعملو. دونك القسمة الأقليدية كتكون بهذا الشكل. دونك نديرو جوج اكس او كاري ناقص خمسة اكس زائد ثلاثة قسمة اكس ناقص واحد، غنقسمو جوج اكس اس اثنان قسمة اكس، عطينا جوج اكس، جوج اكس اكس هي جوج اكس اثنان ونكتب المقابل ناقص جوج اكس اس اثنان، جوج اكس في ناقص واحد هي ناقص جوج اكس نكتب المقابل زائد جوج اكس، نجمع نجد النتيجة ناقص ثلاثة اكس، جو روتيان تخوا. نعيد القسمة من جديد، ناقص ثلاثة اكس قسمة اكس هي ناقص ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة في إكس هي ناقص ثلاثة إكس جيكري زائد ثلاثة إكس، ناقص ثلاثة في ناقص واحد هي ثلاثة، ونكتب المقابل ناقص ثلاثة، الباقي صفر. إذن نستنتج بأن جوج إكس مربع ناقص خمسة إكس زائد ثلاثة هي إكس ناقص واحد عامل لجوج إكس ناقص ثلاثة، ثم أختزل بهاد العامل المشترك كيفما تلاحظوا إن صح التعبير، وفي الحقيقة عملنا به، دونك نختزلو. دونك يبقى ليا ليميت اكس يؤول الى واحد ديال اكس زائد واحد على جوج اكس ناقص ثلاثة. فهاد الحقيقة يمكننا ما نديروش هاد المرحلة، مباشرة نكتبو النتيجة تساوي بعد التعويض نجد واحد زائد واحد اثنان في البسط، وفي المقام اثنان ناقص ثلاثة هي ناقص واحد، اذا النتيجة هي ناقص اثنان. الان ندوزو الى النهاية الثانية x تنفيغ 1 x أس 3 زائد 3 x أس 2 ناقص 4 مقسومة على x ناقص 1. هاد النهاية مختلفة على النهاية الأولى من حيث أنه عندنا في البسط حدودية من الدرجة الثالثة، لكن هناك تشابه من كون أنهما بجوجهم عبارة عن خارج حدوديتين و x يؤول إلى عدد معلوم ثابت لا يؤول اكس الى ما لا نهايه. مازال ما شفناش هذيك الوضعيه، نشوفوها ان شاء الله من بعد.
إذا عندنا إكس يؤول إلى عدد وعندنا حدودية على حدودية، نفس الفكرة الأولى، نحاول أن نعمل ونختزل بإكس ناقص واحد، أون فاكتوريزي أون سامبليفي باغ إكس موانز أن. لكن هذه الحدودية اللي عندنا في البسط هي عبارة عن حدودية من الدرجة الثالثة، ليست متطابقة هامة، فبالتالي القسمة الأقليدية تفي بالغرض. زائد 3 إكس أس 2 ناقص 4 سنقسمها على إكس ناقص واحد، ثم نحسب بهدوء. 3 إكس أس 3 قسمة إكس هي إكس أس 2، ثم إكس أس 2 في إكس هي إكس أس 3، نكتب المقابل ناقص إكس أس 3، إكس أس 2 في ناقص واحد هي ناقص إكس أس 2، نكتب المقابل زائد إكس أس 2، نجمع تعطينا 4 إكس أس 2. نعيد القسمة من جديد، 4 إكس أس 2. لاحظوا معايا هنا، في قبل ما ندير القسمة الأقليدية كان خصني ندير واحد العملية، واللي هي أنني نبين جميع المحدات ولو أن يكون المعامل ديالها صفر، يعني نزيد زائد صفر إكس عاد ندير ناقص 4. حنا نشوفوا علاش، باش كتعاوننا في الوضع ديال العملية. يعني مني غندير هنايا صفر إكس ناقص صفر إكس، ما يكونش إشكال في الوضع. دونك إكس أس 2 مضروبة في إكس، قلنا نعيد القسمة من جديد هنا، 4 إكس أس 2 قسمة إكس هي زائد 4 إكس، 4 إكس في إكس هي 4 إكس أس 2، نكتب ناقص 4 إكس أس 2، 4 إكس في ناقص واحد هي ناقص 4 إكس، نكتب زائد 4 إكس، ونهبطو يعني أون غوتيان موان 4. إذا المجموع غيكون هو 4 إكس، ونكتب ناقص 4 حداها. نفضل نجيبها هنا، فوالا. دونك نعيد القسمة عاوتاني مرة أخرى، مرة ثالثة، 4 إكس قسمة إكس هي زائد 4، 4 في إكس هي 4 إكس، نكتب ناقص 4 إكس، 4 في ناقص واحد ناقص 4، ونكتب المقابل زائد 4، الباقي صفر. إذا هنا غنكتبو في البسط ليميت إكس يؤول إلى واحد، إكس ناقص واحد عامل على إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 4 على إكس ناقص واحد. طبعا هذه راه مضروبة في واحد، إذا سيتم الاختزال بإكس ناقص واحد. إذا غتبقى ليميت إكس يؤول إلى واحد، أعوض أجد واحد أس 2 زائد 4 في واحد زائد 4 واللي كتساوي 9. إذا هاد النهاية تساوي 9. ليميت رقم 3، ندوز ليميت رقم 3 التي تقول إكس يؤول إلى ليميت رقم 3، ليميت إكس يؤول إلى 3، إكس أس 3 زائد جوج إكس أس 2 ناقص 11 إكس ناقص 12، هادشي كامل مقسوم على إكس أس 4 ناقص 81. إلا قمنا بالتعويض في البسط وفي المقام، طبعا هذه أول مرحلة كدار، وأننا كنعوضو بحكم أننا عرفنا بأن هذه حدودية على حدودية، وأن يعني هناك شبه بينها وبين النهاية الأولى والثانية، فقط اختلاف في درجة الحدودية. كنلتجأ إما للمتطابقات الهامة باش نعملو، أو القسمة الأقليدية. هناك من يلجأ إلى تقنيات أخرى، لكن لا داعي، بحكم أن هذه التقنية ديال المتطابقة الهامة أو القسمة الأقليدية فهي كافية جدا، فلا داعي للمرور إلى تقنيات تفوق مستوى أو ستدرسونها فوق البكالوريا، بحكم أن هذه التقنيات هي تقنية مجدية جدا وكافية جدا لمن يريد أن يفهم. إذا غادي نمشيو نعملو أو نديرو باستعمال القسمة الأقليدية. لاحظوا عندما أعوض بثلاثة نجد ثلاثة ثلاثة هي 27 ناقص زائد 2 في 9 ناقص 11 في 3 ناقص 12، نجد هنا 27 زائد 18 ناقص 33 ناقص 12، هنا نجد المجموع يساوي 45، وهنا عندنا ناقص 45، يعني المجموع هو صفر.
وبالتالي سنجد في البسط صفر وفي المقام صفر. إذن نلتجئ إلى القسمة الأقليدية x أس 3 زائد 2 x أس 2 ناقص 11 x ناقص 12 نقسمها على x ناقص 3. x أس 3 قسمة x هي x أس 2. نضرب أو ننشر x أس 2 في x هي x أس 3، نكتب ناقص x أس 3. x أس 2 في ناقص 3 هي ناقص 3 x أس 2، ونكتب زائد 3 x أس 2. ثم نجمع نجد هنا 5 x أس 3، 5 x عفوا أس 2. ثم je retiens moins 11 x، je refais la division. 5 x au carré divisé par x هي 5 x، 5 x fois x هي 5 x au carré، j'écris moins 5 x au carré. 5x fois moins 3 هي moins 15x et j'écris plus 15x. Alors la somme هي 3x. Je retiens moins 12. 3x divisé par x et il y a plus 3. 3 fois x 3x et j'écris moins 3x. 3 fois moins 3, je pense que c'est une erreur. On va le faire. X plus 3 ça reste nous, x plus 2. 5 x أس 2 5 x ناقص 15 زائد 15، هنا 4 معديرة، هنا خصني نكتب 4. أربعة x فوالا، دونك 4 x هنا غادي جو غوتيا موان 12. 4 x ديفيزي باغ x هي بلوس 4. 4 fois x, il y a moins 4x. 4 fois moins 3, il y a moins 12. J'écris plus 12. Le reste, 0. بالنسبة للمقام راه سهل باش نعملوه لأنه متطابقة هامة. يعني معاودة جوج مرات. دونك كيفاش غادي نديرو في المقام عندنا x أس 2 الكل أس 2 ناقص 9 أس 2. في الوسط غنكتبو x ناقص 3. عامل x أس 2 زائد 5 x زائد 4 تساوي، نحاولو نخلو هاد القسمة الأقليدية على جنب، هكذا. إذن ليميت تساوي ليا 3. نعيد كتابة البسط، طبيعة الحال معمل عالم. بالنسبة للمقام غادي نعمل دونك x أس 2 ناقص 9 مضروبة في x أس 2 زائد 9. هاد x أس 2 ناقص 9 راه عبارة عن متطابقة هامة، أعيد تعميلها. غتعطيني في المقام x ناقص 3 عامل ل x زائد 3، وغنخلي x أس 2 زائد 9 كما هي. الفوق غنكتب x أس 3 x ناقص 3 عامل على x أس 2 زائد 5 x زائد 4. غادي نختزل ب x ناقص 3 كيف ما عرفنا، وغادي نعوض ب 3 في البسط وفي المقام. غنلقى 9 3 في 5 15 زائد 4 على 3 زائد 3 6. هنا 3 أس 2 9 زائد 9 هي 18. دونك كتعطينا 9 زائد 15 زائد 4 على 27. فوالا. الآن نمر إلى النهاية رقم 4. تتقول ليميت إكس يؤول إلى 2 x au carré plus x moins 6 divisé par racine x moins racine 2. إذن باش نحسبو هاد النهاية هادي، الأمر بسيط جدا. كيف ما تتلاحظو، أول حاجة كيخصنا نعرفو واش هي عبارة عن حدودية على حدودية. طبعا حنا تجاوزنا الأشكال اللي شفنا في النهاية الأولى والثانية والثالثة.
مابقاش عندنا حدوديه في المقام، بل ولا عندنا دلاله جذريه. اذا هنا كيبانوا جذور مربعه، وبالتالي عندما نريد ان نعمل لابد من التخلص من الجذر المربع. كيفاش كنتخلصوا من الجذر المربع؟ هو اننا نضربه في المرافق. اذا بالنسبه للبسط يعني يسهل يعني التعميل، لان حدوديه من الدرجه الثانيه. يمكن لكم ديروا القسمه الاقليديه وغتعرفوا باننا غنحصلوا على اكس ناقص اثنان عامل، يعني شفويا يمكن لنا نعملوها، نقولوا اكس فاش نضربوها تولي اكس اسي اثنان هي في اكس، وناقص اثنان فاش نضربوها تولي ناقص هي زائد ثلاثة. يمكن لكم تحققوا من هذه المساله. بالنسبه للمقام غادي نضربوا جذر اكس ناقص جذر جوج، غنضربوها في المرافق، يعني غنضربوا البسط المقام في جذر اكس زائد جذر جوج، والبسط كذلك في جذر اكس زائد جذر جوج. اذا غتولي ليميت اكس يؤول الى اثنان اكس ناقص جوج عامل اكس زائد ثلاثة عامل لجذر اكس زائد جذر جوج على اكس ناقص جوج، لاننا غادي ننشرو باستعمال المتطابقة الهامة. لاحظوا هنا غيوقع اختزال ديال اكس ناقص جوج مع اكس ناقص جوج، وغيمشي نديرو مباشرة التعويض لنجد النتيجة. عندما نعوض نجد هنا ثلاثة زائد اثنان هي خمسة مضروبة في جذر اثنان زائد جذر اثنان هي اثنان جذر اثنان، اذا النتيجة هي عشرة جذر اثنان. اذا هذه النهاية الرابعة. النهاية الخامسة، ليميت اكس يؤول الى ناقص اثنان اكس يؤول الى ناقص اثنان بحيث اكس اصغر قطعا من ناقص اثنان ديال جذر مربع اكس مربع زائد اكس ناقص اثنان على اكس مربع ناقص اثنان. هنا الاشكال اننا عندما نعوض نجد صفر في البسط وصفر في المقام، اذا هذا شكل غير محدد، سي اون فورم انديتيرميني. دونك شنو خصنا نديرو؟ هو اننا خصنا يعني نتخلصوا من الجذر باش نقدروا نعملوا باكس ناقص اثنان، يعني نعملوا باكس زائد اثنان. ولهذا غادي نضرب في المرافق بالنسبه ل هنا ناقص اربعه، معذره لا ماشي ناقص اثنان بل ناقص اربعه. اذا غنضرب في المرافق، والمرافق هنا في هذه الحاله راه هو نفس التعبير. يعني مثلا ملي يكون عندنا، عندما يكون لدينا جذر ا على ب، فيمكننا التخلص من الجذر اللي في البسط فقط بكتابه ا على ب جذر ا. يعني ضربنا في الجذر ا في البسط وضربنا جذر ا في المقام. ملي ضربنا جذر ا في البسط ولا جذر ا مكرر مرتين، ولا جذر ا مربع، والمربع كيمشي مع الاس اثنان، وبالتالي كيبقى غير ا. اذا هذه هي العمليه تماما اللي غنديروها هنا. غنديروا اكس اس اثنان زائد اكس ناقص اثنان على، بالنسبه للمقام التعميل ديالو بسيط لانه حدوديه من عباره عن متطابقه هامه، هي اكس ناقص اثنان في اكس زائد اثنان، وغنضرب في الجذر اللي هو جذر اكس مربع زائد اكس ناقص اثنان، ثم استمر حتى اعمل. هنا اكس اصغر قطعا من ناقص اثنان، اذا تولي اكس يؤول الى ناقص اثنان، باختصار نقدر نختصرها بناقص اثنان ناقص، وغنعمل في الوسط باكس زائد اثنان. غتولي اكس زائد اثنان عامل لإكس، لأن يعني إكس فاش غنضربها تولي إكس أس اثنان في إكس، و اثنان فاش نضربها تولي ناقص اثنان هي ناقص واحد. يمكن لكم تأكدوا بالنشر، اثنان في إكس هي اثنان إكس، وناقص واحد في إكس هي ناقص إكس، اثنان إكس ناقص إكس هي إكس، على إكس نقدروا نسبقوا التعبير اللي غنعتزلوا به، مكاينش إشكال، لدى الضرب تابع هذولي. إذا غادي تمشي اكس زائد اثنان مع اكس زائد اثنان. ثم نعوض، عندما نعوض ماذا سنجد؟ سنجد ان البسط كيعطينا ناقص ثلاثة، والمقام كيعطينا ناقص اربعة في جذر، هنا عند التعويض نجد صفر، يعني باختصار صفر زائد، يعني صفر بلس.
هذه بين المزدوجتين، يعني غتمشي زائد مع ناقص مع ناقص، غتبقى 3 على 0 بلس في المجموع، غتبقى 3 على 0 زائد هي شحال؟ هي بلس لانفيني، إذا هادشي في البرويون فقط في الوسخ، إذا النتيجة هي زائد لا نهاية. بحكم أن ما تحت الجذر دائما عندما نعوض بأي تعبير نجد نتيجة موجبة، وبحكم أنه هذا المقام ينعدم، يعني ما تحت الجذر ينعدم في ناقص اثنان راه يعطينا صفر بلوس، اذا غتكون هي زائد لا نهايه، وهنا نهايه غير منتهيه عند عدد. نمشي الان الى النهايه رقم 6. نهايه 6 تقول ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه، ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه جذر اكس مربع زائد 3 اكس ناقص اكس على جذر 2 اكس مربع زائد اكس ناقص 5. التعويض المباشر او الحساب بشكل مباشر كيعطينا بالنسبه للبسط شكل غير محدد، لان غتعطينا زائد لا نهايه ناقص لا نهايه، هذا اصلا شكل غير محدد، اذا يجب التخلص من هذه الجذور المربعه والضرب في المرافق، لكن الضرب في المرافق هنا غيكون مرتين. هناك تقنية أخرى تقول أننا يجب أن نعمل بإكس ونرى. التعميل بإكس بإكس للأسف غير يعطينا شكل غير محدد بالنسبة لهذا التعبير. لاحظوا يعني الضرب في المرافق نقدروا نخليه هو آخر مرحلة، ولكن حتى نجربوا طريقة التعميل. دونك بالنسبة للتعميل هنا غادي يبقى عندي شكل غير محدد، وانتم غتشوفوا علاش، لان عندما نعمل باكس ماذا ستصبح النهايه؟ تصبح ليميت، هنا غادي نجربوا كاننا يعني ما عارفينش بانه غادي يكون عندنا اشكال. ملي غنعملوا هنا باكس غتولي عندي القيمه المطلقه لاكس، دونك تخرج بقيمه مطلقه جذر، والتعابير اللي تحت الجذر كنقسموها على اكس اس 2، يعني اكس اس 2 قسمه اكس اس 2 تبقى واحد، زائد 3 اكس على اكس اس 2 هي 3 على اكس ناقص اكس. بالنسبة للمقام غادي نعمل بإكس، غتولي عندي القيمة المطلقة لإكس في جذر 2 إكس أس 2 على إكس أس 2 هي 2 إكس هي 2 زائد 1 على إكس ناقص 5. بما أن إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إذا فإن إكس موجب، إذا بالتالي القيمة المطلقة لإكس هي إكس، إذا غتولي إكس عامل على 1 زائد 3 على إكس ناقص 1 على اكس جذر 2 واحد على اكس ناقص 5. ملي غنجيو نعوضو هنا نديرو ما يمكنش هنا نديرو اختزال، لان اكس ما عنديش هنايا تعميل باكس، ولكن نقدر الى عملت تولي عندي هنا 5 على اكس. فوالا، اذا لاحظوا جيدا أوي التعميل بإكس سيجدي لأنه يعني غيعطينا نتيجة، غتمشي إكس مع إكس، دونك نعيد من جديد. بالنسبة لليميت رقم 6، أول ما كيفكر فيه التلميذ هو أنه يقوم بالضرب في المرافق، لكن الضرب في المرافق نخليه دائما هو آخر مرحلة. يمكن أن يكون التعميل بإكس لا فاكتوريزاسيون باغ إكس تكون تخي سوفيزونت وتخرج لنا النتيجة. لاحظ معايا هنا غنعمل بإكس، غادي تخرج خارج الجذر تتولي عندي قيمه مطلقه لاكس، وتحت الجذر تنكتبو تنقسمو على اكس مربع، تتولي عندنا اكس مربع قسمه اكس مربع هي 1، و3 اكس قسمه اكس مربع هي 3 على اكس ناقص اكس. كذلك بالنسبه للجذر المربع اللي عندي في المقام تولي قيمه مطلقه لاكس في جذر 2 زائد 1 على اكس ناقص 5. القيمه المطلقه لاكس بما ان اكس يؤول الى زائد لا نهايه فاكس موجب، وبالتالي القيمه المطلقه لاكس هي اكس. عملت الفوق باكس والتحت عملت باكس، بما ان 5 ما مضروباش في اكس فانا غنقسمها على 5 على اكس عفوا. بعد ان اختزل باكس غيبقى عندي في البسط 1 ناقص 1، لان هذه غتمشي تؤول الى صفر، وهذه ستؤول الى صفر، وهذا التعبير سيؤول الى صفر. هاد الاسهم هادو ماشي بالضروره ديرهم اثناء الفرض او اثناء تحرير الاجابه، مهمه غير داخله في الشرح. ثم غتبقى عندنا 1 ناقص 1 صفر، في المقام غيبقى عندنا جذر 2، إذا النتيجة هي صفر.
سي بون. الآن نمر إلى النهاية رقم 7 ما قبل الأخيرة في هذا التمرين. النهاية رقم 7 تقول ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. نعطيه مساحة نكتبو بشكل واضح. إذا ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكس جذر إكس على إكس ناقص 3 جذر إكس. لاحظوا معايا إلا مشينا عوضنا بشكل مباشر غنلقاو شكل غير محدد. في المقام كنلقاو زائد لا نهاية ناقص لا نهاية، وفي البسط كذلك. الحل هنا هو أننا نفكر في التعميل. باش غنعملو نقدرو نفكرو بداية أننا نعملو بإكس، نعملو بإكس ونشوفو. دونك إلا عملنا بإكس غنلقاو البسط ديجا راه معمل، لكن المقام نقدرو نعملو بإكس ولي إكس عامل لواحد ناقص 3 جذر إكس على إكس. غنختازلو إكس مع إكس، وغتبقى عندي ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ديال جذر إكس على واحد ناقص 3. بالنسبة لجذر إكس على إكس يمكن تبسيطها أكثر، يعني يمكن نكتبها فقط واحد على جذر إكس. هكذا غادي تسهل علينا المأمورية لأن الحساب غيولي سهل. هادو معايا غتمشي واحد على جذر إكس غتولي صفر. إذا غيبقى لي في المقام واحد ناقص 3 في صفر هي واحد، وفي البسط جذر زائد لا نهاية، يعني زائد لا نهاية كتعطينا في إكس، إذا هي زائد لا نهاية. زائد لا نهاية على واحد هي زائد لا نهاية، وهذه نهاية غير منتهية. آخر نهاية في هذا التمرين التذكيري ليميت، هي ليميت 8 إكس يؤول إلى زائد لا نهاية دونك باش نكريو شويه ليسباس. اللي جا الفيديو بطيء يمكن له يدير التسريع في 1.25 او في 1.5. دونك اذا جذر اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 2 زائد اكس زائد 1. فاذا مشينا عوضنا بشكل مباشر غنلقاو شكل غير محدد، لان هذا التعبير اللي تحت الجذر يؤول الى زائد لا نهايه، وهذا اللي على برا يؤول الى ناقص لا نهايه. اذا شنو المعمول؟ واننا نفكر في التعميل. بماذا نعمل؟ نعمل باكس، لكن سنجد اشكالا. لاحظوا معي عندما نعمل دونك نجد ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه. هنا غتولي عندي القيمه المطلقه لاكس في جذر، لكن هنا تحت الجذر نقسم على اكس مربع تبقى واحد زائد 3 اكس زائد 2 على اكس مربع زائد، وهنا غتبقى اكس زائد 1. اكس يؤول الى ناقص لا نهايه، اذا اكس سالب، وبالتالي القيمه المطلقه ديال اكس هي ناقص اكس. اذا تولي ناقص اكس في جذر 1 زائد 3 على اكس. سأعمل الآن بإكس ناقص جذر 3 على إكس زائد 2 على إكس مربع زائد 1 زائد 1 على إكس. لاحظوا جيدا هنا ملي غادي نجيو نعوضو غنلقاو هاد الكسور كلها 1 على إكس 2 على إكس مربع 3 على إكس كلها تؤول إلى صفر، غيبقى عندي ناقص جذر واحد هي ناقص واحد زائد واحد صفر، إذا هذا التعبير كامل غيعطينا صفر، وهذا اللي على برا غيعطينا زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية، إذا صفر في ناقص لا نهاية هذا شكل غير محدد، مفهوم؟ إذا كيفاش أستاذ بلا ما نبقى نضرب تمارة حتى نوصل هنا، نعرف بأنه عندي شكل محدد أو شكل غير محدد. أتلاحظ معايا مزيان هذا المعامل ديال اكس مربع داخل الجذر شنو هو؟ هو واحد، يعني غتدخل عليه الجذر. لاحظ معايا الا كان عندك جذر ا، جذر ا يعني انت خرج لك شكل غير محدد في هذا التعبير، لقيتي ان عندك شكل غير محدد، هنا عندك فورم انديتيرميني. غدير الا كان عندك جذر ا يساوي
القيمة المطلقة لألفا. جذر أ يساوي القيمة المطلقة لألفا. في هذه الحالة لابد أنك تضرب في المرافق ثم تعمل. صفير الضرب في المرافق ثم بعد ذلك أعمل. إذا المرافق ديال التعبير هو إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، هو جذر إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 2 ناقص إكس ناقص 1. طبعا ناقص بين قوسين هكذا زائد، ولكن أنا حيدت الأقواس يعني في مرة واحدة. صافي فوالا. وفي البسط غيتحيد الجذر، تولي إكس مربع زائد 3 إكس زائد 2 ناقص، وغنحسبوا المربع ديال إكس زائد 1 الكل أس 2. إذن هي ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، غادي نشرو غتولي إكس مربع زائد 3 إكس زائد 2 ناقص إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص 1 على هنا. نقدروا نديروا التعميل، كاينش إشكال، غادي نعمل تولي عندي ناقص إكس. حنا قبيلة ورينا كيفاش ولات هاد ناقص إكس، لأن القيمة المطلقة لإكس هي ناقص إكس، هنا 1 3 على إكس جوج على إكس مربع ناقص إكس ناقص 1. إذا هي ليميت، غادي نمسحو هاد الشي هذا باش نهبطو شوية. إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية، غادي نختازلو ناقص إكس مربع مع زائد إكس مربع، وغنحسبو ما تبقى. 3 إكس ناقص 2 إكس هي إكس، 1 ناقص 2 ناقص 1 هي 1 على هنا. إكس عامل ناقص جذر 1 زائد 3 على إكس زائد 2 على إكس مربع ناقص 1 ناقص 1 على إكس. تساوي ناقص لا نهاية إكس عامل 1 زائد 1 على إكس على إكس عامل ناقص 1 زائد 3 على إكس زائد 2 على إكس مربع ناقص 1 ناقص 1 على إكس. غادي نختزلو بإكس، ومن بعد غادي نحسبو. غنلقاو في البسط هنا غنلقاو 1، لأن 1 زائد 1 على ما لا نهاية 0، 1 زائد 0 هي 1. وفي المقام غنلقاو ناقص جذر 1 ناقص 1 هي ناقص 2. إذا النتيجة النهائية ناقص 1 على 2. نتمنى يكون الفيديو واضح، ونتلاقاو إن شاء الله في التمرين الثاني أو جزء آخر.